السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خالد، وصلنا عند الدرس الرابع وهو الضرب في العشرات والمئات. بداية سوف نقوم بأخذ درس الضرب في العشرات، الضرب في العشرات. طيب يا خالد، خلينا مع بعض، هو وسهل لكم، نأخذ جدول العشرة. واحد ضرب عشرة كم يساوي؟ عشرة. اثنان ضرب عشرة، الاثنين أو العشرة كررناها مرتين، عشرة وعشرة عشرين. ثلاثة ضرب عشرة كم يساوي؟ ثلاثين. أربعة ضرب عشرة يساوي كم؟ أربعين. خمسة ضرب عشرة يساوي خمسين. وستة ضرب عشرة كم؟ ستين. سبعة ضرب عشرة، السبعة كررناها عشر مرات، أو العشرة كررناها سبع مرات، سبعين. وثمانية ضرب عشرة تساوي ثمانين. تسعة ضرب عشرة يساوي تسعين. وعشرة ضرب عشرة تساوي كم؟ مئة. عشرة ضرب عشرة يساوي مئة. تمام؟ طيب خلينا نشوف المثال الموجود عندنا في الكتاب. بس بداية هاي جدول العشرة. خلينا يا ثالث، قبل شو رأيكم مع بعض على السريع ناخذ مسائل من جدول الواحد إلى التسعة. يلا، ثلاثة ضرب اثنين، جاوبوني، ثلاثة ضرب اثنين يا ثالث. ثلاثة ضرب اثنين، أحسنتم، ستة. طيب سبعة ضرب ثلاث، كم سبعة ضرب ثلاث؟ كم سبعة ضرب ثلاث؟ واحد وعشرين. ستة ضرب أربعة، ستة ضرب أربعة، أربعة وعشرين. ثمانية ضرب ثمانية، ثمانية ضرب ثمانية، أربعة وستين. طبعا أنا راح أضل متابعة معكم بكل حصة، ناخذ تقريبا عشرين مسألة أو عشر مسائل على الجداول. طيب خلينا نشوف المثال الموجود عندي في الكتاب، صفحة 24. إذا كان ثمن القميص 10 دنانير، عندنا القميص، ثمن القميص 10 دنانير، ثمن القميص 10 دنانير. ما ثمن سبع قمصان منها؟ ما ثمن سبع قمصان منها؟ أنا رحت أشتري قميص، القميص سعره 10 دنانير، 10 دنانير، وبدي سبع قمصان، فبده يكون 10، هاي القميص الأول، زائد 10، زائد 10، القميص الثاني، القميص الثالث، القميص الرابع، القميص الخامس، القميص السادس، القميص السابع. فسبعة ضرب عشرة يساوي 70 دينار. ثمن السبع قمصان 70 دينارا. إذا كم سعر السبع قمصان؟ 70 دينار. ماشي. نشوف المثال الثاني. مثال ثاني، وفرت سعاد ثمن قطع نقدية من فئة العشر قروش. من فئة العشر قروش، تمام؟ ثمن قطع نقدية 10 قروش، هي ثمن، ثمن قطع نقدية. طيب كم قرشا وفرت سعاد في هذا الأسبوع؟ في هذا الأسبوع اللي هي معاها ثمن عشرات، هاي ثمن عشرات. المقصود هون لما بنشوف ثمن عشرات يعني ثمن قطع عشرة، نحكي 8 ضرب 10، ما دام هون عندي عشرات، ثمن عشرات ويساوي 80، ويساوي 80 كم؟ قرشا، ويساوي 80 قرشا. طيب انتبه معي يا ثالث على رح اكتب لكم اياه، ركز معي. ست عشرات
أخوة يساوي ستة ضرب ويساوي ويساوي 60. هاي اللي هو